وتحولوا من رام الله إلى القدس المحتلة مع دانا أبو شمسية. دانا مرحبا بك مرة أخرى، أسألك عما يدور في الدوائر السياسية الإسرائيلية عن أفق هذه الحرب، خاصة بعد ما قيل في الصحافة الإسرائيلية عن أن الجيش الإسرائيلي طلب مهلة بضعة أسابيع لإنهاء العملية العسكرية في رفح وإنهاء الحرب بشكل عام. ماذا لديك من معلومات؟ نعم خالد، لربما التصريحات الأخيرة التي نقلتها صحيفة نيويورك تايمز عن جنرالات إسرائيليين في هيئة أركان جيش الاحتلال كانت قد أثارت الغضب وهذا الشرخ المتواجد ما بين الجيش الإسرائيلي وبين المستوى السياسي المتمثل في بنيامين نتنياهو. هذا التقرير في صحيفة نيويورك تايمز كان قد أوضح بأن جنرالات يرون بضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزة حتى وإن كان البقاء على حكم حماس في القطاع في هذه اللحظات، لأنه في هذه الطريقة يعني الإفراج عن 120 من المحتجزين، وبأن الجيش الإسرائيلي إذا ما زال يعمل في المنطقة هناك سيكون هنالك نقص في العدة والعتاد وسيكون هنالك نقص في الكوادر البشرية في ظل كل هذا التخبط وفي ظل استمرار وجود قتلى وجرحى في صفوف جنود الاحتلال. هذا ما أثار غضب بنيامين نتنياهو وقال واستهزأ في هذا المقال وقال بأنه لا يعلم من هي الشخصيات التي لم تذكر اسمها ومن هم الجنرالات الذين تحدثوا في هذا النهج، وبأن أهداف الحرب التي حددها بنيامين نتنياهو مستمرة المتمثلة في القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس، وبأن العملية العسكرية مستمرة وبأن هنالك إنجازات عسكرية قد تسمح بسحب بعض القوات ولكن لا يمكن الاستسلام لحركة حماس. كذلك وكأن بنيامين نتنياهو كان قد ضغط على جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي خرج في بيان أوضح فيه بأن العملية العسكرية مستمرة في قطاع غزة وبأن المطالبة في أسابيع طويلة لأن الجيش يعمل على القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس، وقال الجيش بأنه تقديرات الجيش الإسرائيلي والعاملين في القطاع بأنه تم القضاء على 900 مقاتل فقط من رفح من بين قائد كتيبة أو نواب أو ناشطين في هذه الكتائب العاملة في رفح لوحدها، والحديث عن 900، وبأن العمل على قدم وساق لتدمير البنية التحتية حتى لا تتمكن حماس من بناء قدراتها العسكرية، ولهذا برروا هذه التمديدات في الأسابيع للعمل العسكري هناك. وبنيامين نتنياهو أثنى على نفسه من خلال الحديث بأن الجيش الإسرائيلي مستمر في عمله بضوء وبإشارة من المستوى السياسي الرسمي الرفيع المستوى، ويقصد بذلك هو نفسه.